السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، راكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غندير معكم واحد لاطاخ ديال البطاطا، غندير معكم واحد لاطاخ ديال البطاطا تطلع صراحة زوينة وشهية، وغادي ديرها بنتي اليوم ديال الويكاند. تفضلوا بنياتي يدخلوا معايا للمطبخ يصاوبوا معايا شي حويجة هكا خفيفة ولا يديروا يديهم، نحاولوا نوريوهم شي حويجات نصاوبوها ندخلوا وليداتنا علاش لا، يتعلموا يديروا معنا شي حويجات هكذا ونعطيوهم مره وشنو يديروا. الحمد لله نعلموا بنياتنا، وحنايا مغاربه تنبغيو الطبخ، تنبغيو وليداتنا يكونوا تيصايبوا داكشي مزيان الحمد لله. وهذا لاطاخ كي جات راه زوينه صراحه، هكا طلعت هي ما لاصقه ما والو، هي كي تطلع كتشهي صراحه وعامره وزوينه. حتى بالنسبه للعمره انا غادي نعمرها اليوم بلدان وشويه تاع الخضيره والفرماج، اللي بغى يعمرها اللي بغى يدير فيها اي حاجه، المهم يدير اللحم، يدير الطريفه تاع اللحم، يدير الطون، يدير اي حاجه دير. انا فضلت بنياتي تاكلوا لي لدان بزاف، طريفه بلدان الى عجبتكم. انا بسم الله على بركه الله ندوز معكم المقادير. التورته غنحتاجو 2 كيلو تاع بطاطا سلقناها وعبزناها، 2 شويه تاع الملحه على حسب الذوق، جوج فرماجات ديال لافاش كيري وفرماجه من هذا النوع، وجوج معالق نتاع الجبن طري. جوج بيض، ومحتاجين جوج بيضات ها، شويه تاع الابزار، شويه ديال الابزار احنا درناه، شويه تاع الكمون اللي بغى يدير شويه نتاع الهريسه، انا غنخليها غنديرها مع بصله مع العماره، انا مخليها نديرها مع العماره. بسم الله خلي نحركهم مزيان بهذه الطريقه حتى يتجمع لنا المكونات مع بعضياتهم. بعد ما خلطنا البطاطا ديالنا بهذه الطريقه حتى تمجت كاع المكونات غنحطوها في الجانب ونبداو العماره. بالنسبه للمقادير ديال العماره غنحتاجو 3 د البصلات و الزيتون، كحل محيد ليه العدم، فيه شويه تاع الزعتر، الهريسه، فلفلة حمراء، فلفلة خضراء، لادان، و جوج رويوس ديال التمر، شويه د البزار، شويه د الكمون، شويه تاع الخرقوم البلدي. بسم الله ندوزو لهاد العمارة. درتها هيا تاعها تقلا هيا، نديرلها شويه تاع الملحة تاع هيا، بعد ما تحلات غادي ندير الفلفله الخضراء والفلفله الحمراء لادان وجوج الفلفل تاع التوم. نكمل هذا التخمير حتى يتمج حتى تشحر هاد البصيله مزيان، ونزيد ليها شويه د الملحه، نزيد شويه نتاع الابزار، شويه نتاع الخرقوم، شويه نتاع التحميره،
وشوية نتاع السكينجبير على حسب معلقة صغيرة. نخلط العناصر كلها كلها مع بعضياتها تطيب حتى البصله تشحن مزيان. و ندير نزيد شويه تاع الهريسه، ما نديروش بزاف وعلى حساب الدراري باش ما تكون الدراري ما تعجبهمش الهريسه. نخليو العمارة ديالنا تشحر، نخليو المقادير الشرمولة ديالنا تشحر، وندوزو للزيتون باش نشملو الزيتون. وغنديرو شوية تاع الزعتر، شوية تاع الهريسة، وشوية تاع شوية تاع الكمون ومن الحالة كاينة فيه بلا واحد القطيرة تاع وواحد القطيرة تاع الحامض. نخلطو الزيتون ديالنا باش ندمج مع الزعتر والمقادير. بالنسبة لهاد البطاطا وهاد خيزو غادي نسوقهم بهم من فوق، ندير لهم شوية تاع المليحة شوية تاع الابزار شوية تاع الابزار غنبدا نحركو مزيان حتى بالنسبة للدجين. بالنسبة للدجين هو هاد الطاطا والخيسو وهاد الفرماج. التمر غادي نديرو بطاطا في المول ديالنا، غادي نوزعوه دهنا المول ديالنا بالزبده ونزلنا فوق البطاطا ونوزعوه فوق الاطراف هكا. هذيك البطاطا اللي كنا عبدناها وشرمناها غادي نزيدو شويه ديال الفرماج وزعوه فوق الأطراف، نزيدو العمارة، مازالها سخونة، غنوزعوها فوق الأطراف حتى هي، بهاد الطريقة. غادي نزيدو الزيتون، الزيتون نوزعوه بيدينا في كاع جميع الاطراف، ما نديروش اللي ما كيعجبوش الزيتون الكحل ما يديروش، يدير الخضر، واللي ما كيعجبوش الزيتون ما يديروش. بهذه الطريقه غادي نوزعو الزيتون، غادي نزيدو شوية تاع الفخوماج هاكاي، غادي نزيدو واحد الكوش وحدة أخرى تاع البطاطا باش نشدوها، ها غادي نوزعها البطاطا من الفوق، غادي نديرها غادي نديرها. غادي نزينوها بحال
خيزو بهاد خيزو البطاطا ملي شربنا غادي نقطعو البطاطا اطراف ونبقاو نديروها في الجوانب هاد الطريقة اللي عندو بطاطا صغيرة يديرها بطاطا صغيرة يديرها كاملة كمولة انا ما عنديش بطاطا صغيرة نديرو دابا خبزو بين كل بطاطا نكملو بهاد الطريقة بطاطا وخيزو غادي ندير لها فرماج غافي غادي نشعلو الفران من تحت حتى طيب شوية وعاد نشعلوه من الفوق هاد الطبسيل ديالنا هاد الطبسيل ديالنا واجد غندخلو للفران باش مولات ها هو البول الثاني وزدت البطاطا من تحت وغادي فوقها الفرماج غاطي كيف ما ديال الكبيرة انا ديجا صدق ليا وسعدت معاكم الهمبرغر الويكاند اللي فات واليوم خيفت معاكم في هاد الويكاند هاد البطاطا معمرة هاد لا تارت دو بون دو تير غادي نزيد عاوتاني الصوص الى عجبكم هاد لي تارت او بون دو تير و ديروا ليا ايوا نتمنى تشجعوني باش ندير لكم ما اطباق واحد اخرين جديدين تشجعوني ديروا لايك وما تنساوش تابونيو لاشين ديالي ونتمنى تشجعوا لاشين ديال ماما باش نزيدكم جديد ان شاء الله دابا بعد ما درت الفرماج غاطي ولاصوص دابا غادي نزيد البطاطا هاد البطاطا غير غنكورها هكا نكملو كاع لو بلا ديالنا هكا ونخشيو في الفرن نزيدو العيد ديالنا هكا غادي نزيدو عليه الفرماج غاطي وغندخلو للفران هاهو لاطارت ديالنا الشكل النهائي تاع لاطارت ديالنا كيفاش كيجيو كيجيو رائعين وزوينين بزاف هيا بالنسبه للشكل المستطيل هاكي جات والمدور هاكي جات نتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم احنا غنشوفوا واحد طرف من الكراتا هاكي جات من الداخل نتمنى كون تشوفوا هذا الفيديو وينال اعجابكم وما تنساوش اللايك وتابونيو لاشين ديالنا والى فيديو اخر